ندمتي دوري. على تقديم أغنية شعبية مع أحمد شيبة؟ خالص بالعكس، هو فعلا كان في حد تاني مرشح للأغنية دي؟ أو ممكن عايز يغنيها؟ هقولك حاجة، هو شيبة جت بالصدفة. أنا داخلة أسجل في الغنوة أنا وعصام كاريكا، يا دنيا غامقة ومش فاتحة، ودخلنا كده نسجل. فبعدين قعدنا نفكر كده، قال لي بقولك ايه، ما تحبيش شيبة يقول معاكي جملة في الغنوة دي؟ قلت له بالعكس، ده انا بموت في صوته، بحب صوته، بحب احساسه جدا. كان شيبه وقتها لسه عامل اهلا ولعبت يا زهر، فانا بحب صوت، انا صيفت باهلا ولعبت يا زهر، يعني كنا عشان كامل كده في ناس، عايشين بالغنوه دي. طبعا بس كويس؟ عشان كده في ناس قالوا ان لطيفه تستغل نجاح احمد شيبه. انا مش محتاجه استغل نجاح اي حد، انا ناجحه والحمد لله. صح ولا ايه؟ مش كده برضه ولا ايه؟ لا انا مش محتاجه اي حد. بصي انا بنجح باعمالي فقط لا غير، انا ما بعملش اي حاجه عشان انجح غير ان انا اعمل غنوه حلوه الناس ترددها، الملايين يرددوها ورايا يعني. فجه شيبه فقال لي كاريكا، شيبه ممكن اطلبه؟ قلت له اهلا وسهلا، يا ريت ما تجيبه، خليه يجربها معايا يلا. والله العظيم ده اللي حصل فعلا في الاستوديو. فاحنا كده كلم شيبه، الحمد لله طلع مش في اسكندريه، هو عايش هناك. فقال له ده انا هنا في قريب منكم، انا في الجيزه وكذا. قال له تعالى تعالى عايزينك مع لطيف. قال له لا ما تهزرش، ده انا بموت في لطيفه. ومش كان فرحان قوي الحقيقه يعني، وجه ودخل، فانا فرحانه بيه، عايزه قلت له عايزه اسمع طعم الغنوه دي بصوتك يطلع ايه. دخل وقعد يقول في الغنى، قلت له هي كده، هي مكتوبه لك بقى، تعالى بقى خليها زي ما هي. وفعلا ده اللي حصل يعني. ممكن تكرري التجربه؟ جدا. طب لو كررتيها مع مين؟ انا مش عارفه، بس انا اعتقد في واحد كده في بالي وبقالي فتره حموت اغني انا وهو في كذا بلد مش بس في مصر يعني. في عندنا مطرب جامد جدا في تونس اسمه الهادي حبوبه، طبعا انا بموت في صوته، بحب صوته، ومن كتر ما بحب صوته انا غنيت له غنوه اسمها خلوهولي. هنا في مصر في اصوات كتير حلوه قوي يعني، من الاصوات اللي بحبها بحب الليسي جدا، وبحب ثقافته الموسيقيه الليسي. يعني ممكن نستنى اغنيه مع ليسي؟ ممكن ممكن، مشروع؟ ليش لا؟ ليه لا؟ انا بصي انا بحب الفنان اللي بيقدم فن حلو. ممكن. بتحبي لليسي ايه؟ ايه الاغاني اللي عاجباكي في بومبوناية ملبساية؟ بحب غناه، بحب طريقة غناه، بحب